السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده يكون فيديو جميل جدا، كله تنظيم حلو جدا جدا لسيده بتحب التنظيم وتحب الترتيب بشكل حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. بس طبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه عندي، يا ريت تنوروا عيلتي الكبيره وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني. وفضلا منكم حطوا لايكات كتيره للفيديو. هنا كده زي ما انتوا شفتوا، هي كانت جايبه منظم علشان خاطر تنظم فيه الهدوم، وحلو قوي المنظم ده، متعدد الاغراض برضو. تقدري انك انت ما تحطيش فيه هدوم بس، لا تقدري كمان تستخدميه لحاجات في المطبخ او حاجات للتويلت. هنا كمان ده زي نظام دولاب صغير كده، او هي غرفة مفروض علشان غرفة الخزين بتخزن فيها كده زي ما انتوا شايفين. فجابت الاستندات اللي هي حطت فيها الاستندات الحديد دي، وابتدت كده ان هي تحط الحاجات بتاعتها او الخزين بتاعتها بالشكل ده كده. فكانت بتقول استغلال المساحات الضيقة، فكانت حابة ان هي تجيب الاستندات دي وتكون دورين بالشكل ده كده عشان تقدر تحط فيه اللي هي عايزاه. بعد كده غيرت كده، جابته في المطبخ عندها، او تقريبا كده برضو هواها الغرفة دي، لان هي غيرت فيها حاجات وهتشوفوها برضو في اخر الفيديو. هنا كده زي ما انتوا شايفين حطت الاستندات دي كده، ايوه هي دي غرفة الخزانة مش المطبخ ولا حاجة، لان هي هتغير فيها زي ما انا قلتلكو، وكل ده هتشوفوه. هنا بقى كانت جايبة كمان العلب بتاعة التوابل دي، الدوارة بتاعة التوابل، فكانت عايزة تجيب العلب. العلب دي موجودة في ايكيا، وكمان الستيكر بتاعها. فضت بقى كل العلب دي بتاعة التوابل في العلب بتاعتها، وهتبتدي تحط الستيكر بتاعها كده زي ما انتوا شايفين. بالطبع هو بيكون يعني مطبوع. كمان في ناس سألتني قبل كده منين ان هي تجيب الستيكر اللي هو بيتلزق على علب التوابل. على فكرة عايزة اقولك، انت ممكن تروحي مطبعة وتقولي له انا عايزة استيكر على مثلا نوع التابل اللي انت عاوزاه او اي حاجة انت عايزاها، هيطلع لك الستيكر ده، وتبتدي ان انت تيجي تحطيه على التوابل بتاعتك او على اي حاجة انت نفسك فيها عايزة تحطيها، ايا يكن بقى هي توابل او اي حاجة عندك في المطبخ. بس موجود يعني عشان الناس اللي مش عارفة ان هي تجيبه. مطبعة بتكون بتطبع استيكر، بتقولي له بقى الشكل اللي انت عايزاه، او هو بيديكي اشكال وانت بتختاري منها. هنا بقى كمان كانت بتعمل البسكوت الاوريو، فكانت بترصصه كده. هما هناك يعني معظم السيدات الاجانب بيحبوا ان هما يرصصوا البسكوت، وكمان كل المقرمشات بتاعتهم والكحك والنواشف والحاجات دي في الكاندي جار، علشان خاطر يكون سهل جدا بالنسبة لهم لما بيعملوا الكوفي او شاي او حاجات سخنة، يقدروا ان هما ياخدوا منها بكل سهولة يعني. وكمان بيتكلموا على حتة ايه، عارفين انتوا حتة الفرفتة، اي خدت بالكم من الرخامة احيانا مننا؟ طبعا لما بنفتح بسكوت بيكون بينزل كده على، طبعا دي فرحتها بعد ما هي خلصت، بيكون بينزل كده على الارض او في المكان اللي هي فيه، فطبعا ده بيكون انضف واحسن بكتير. جابت هنا بقى المنظمات اللي هي بتاعت النكهات بتاعت القهوة. هنا ده بقى في المطبخ بتاعها، لو تلاحظوا المطبخ بتاعها قدامه الغرفة على طول، بابها اهوت بتاع الأوضة بتاعت الخزين. فزي ما انتوا شايفين رصصت كده كل النكهات بتاعتها والمشروبات بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النظام حلو يا جماعة، تقدر انك انت تنظمي برضو حتى لو ما فيش عندك المكنة بتاعت القهوة او النكهات القهوة، تقدر تنظمي تنظيمات الحاجات الحلوة دي. طبعا هنا باللزق الدبل فيس للاستغلال برضو المساحات الضيقة، زي ما انتوا شايفين جابت الحامل اللي حطته على الدرفة من جوه، وبعد كده جابت برضو نفس الحامل اللي هي حطته في الخزانة الاولاني، حطت فيه الحاجات بتاعتها، وبعد كده هنا هتحط المناديل، وحطت كل حاجة تخص يعني المطبخ عندها كده زي ما انتوا شايفين. شوفوا بقى شكله بقى منظم ازاي وحلو. هنا بقى الدرج بتاع المعالق برضو حاولت ان هي تنظمه او تغيره، كانت حابة ان هي، لان هي غيرت شوية حاجات، فبتقول ان انا كنت حابة اجيب المنظمات باللون الابيض علشان لونها ذهبي عشان تكون لايقة. كمان الفكرة دي عجبتني قوي قوي قوي، اللي هي فكرة الستاند اللي هو بتاع
الليفة اللي هي بتاعت المواعين عجبتني جدا جدا، او الفرشة بتاعت المواعين فيها لزق دبل فيس كده وبتتلزق في الحوض. بصراحة انا لو لقيت الفكرة دي او شفت حاجة زيها اجيب لزق دبل فيس وهلزقها واحطها في الحوض كده، لان حلوة جدا انك انتي تصفي السلكة بتاعت الغسيل وكده. هنا كمان حلو جدا المنظم اللي هي جايباه بتاع المناديل دوت، وهنا يعني هي حطاه جنب التويلت بحيث مثلا يبقى العليقة بتاعت التويلت فوق منها، علشان يعني لما تيجي يسحبوا مناديل تكون سهلة. هنا كمان ده العليقة دي بتوريكم العلاقات اللي هي جايباها. يعني هنا بقى شوفوا بقى الجمال والحلاوة بقى. طبعا مين فينا ما بيحبش النسكافيه؟ مين فينا طبعا دماغه بتبقى فاشلة خالص زينا كده؟ يعني بالذات حتى في المدارس الواحد بيكون عايز حاجة زي كده تفوقه. فوقي انت كمان يا غالية لو انت عايزة اي حاجة تخليكي يعني دماغك كويسة كده، قومي اعملي لك انت كمان كوباية قهوة او كوباية نسكافيه من اللي هي كانت عاملاها دي. وطريقته سهلة جدا على فكرة، وممكن تعمليه وتحتفظي بيه في الفريزر كمان علشان الوقت بتاعك وتستخدميه على طول. طبعا كلنا عارفين برضو الصفاية دي، والصفاية دي عجبتني جدا جدا. الصفاية دي موجودة برضو في الأماكن الكبيرة زي كارفور كده وكمان آيكيا، فتقدري انك تجيبيها. كمان هنا كانت جايبة هيك جايبة شوية حاجات، يعني كمان الفرشة ده عجبتني قوي، بتنزل الحاجات كده بكل سهولة. طبعا هي كل حاجة جايبها جايبة بعد كده طرق تانية ليها، وبتوريكو طبعا دوت شكل تاني من نوع التابل أو علبة تانية من نوع التوابل اللي هي حطتها في الأول، وهنا كانت رصاصتهم في الدرج، إنما التاني كانت حطته في الدوارة. هنا بقى الحامل ده عجبني برضو، حامل كده أكليريك والمقعدة بتاعته باللون الذهبي، فعجبتني شكلها قوي، يعني بصراحة حلوة قوي. هنا كانت برضو المعالق ديت، وكمان البولات اللي هي جايباها كانت بتقول جايبة المعالق دي عشان الآيس كريم، ودي كمان العلب دي موجودة برضو في آيكيا، هي جايبها للنكهات بتاعت الآيس كريم علشان لما تعمل آيس كريم تكون تحطها على الآيس كريم بالشكل ده. فهي بتوريكو يعني شكلها حلو ازاي. تقدري برضو انك انت تحطيها مثلا تحطي فيها توابل او تحطي فيها اي نكهات انت حابة. طبعا نفس الباسكت ده، هنا بقى كنت بقول لكم ان هي هنا كانت نظمت الاوضه بتاعه الخزين، فزي ما انتم شايفين نفس الباسكتات اللي كانت عندها، ضافت عليها باسكتات بسيطه وحطت على كل حاجه كده اسمها زي ما انتم شايفين، وبعد كده حطيتها في الغرفه. بس طبعا غيرت من نظام الغرفه، زي ما تقول ان هي اصلا نظام الغرفه صغيره ما كانتش كبيره، فحلو برضو التغيير والتجديد مطلوب، ولكن برضو على قد ايديكي وعلى قد امكانيات ايديكي. مش شرط ان احنا يا جماعه بننزل فيديوهات زي كده ان احنا مثلا نعمل زيها، او مثلا نكون مقدريتنا مش قدها فبالتالي مش هيكون عاجبك كده، لا، انت بتاخدي منها فكره او بتاخدي منها حاجه مثلا هي عملت. ممكن مثلا كلنا طبعا بنعرف نعمل أفكار حلوة، كلنا بنعرف نعمل إبداعات حلوة في بيتنا، وكلنا منظمين ومهندمين في بيوتنا، ولكن بنضيف حاجات بسيطة أو لمسات بسيطة تقدر أنك أنت تعمليها في بيتك بحاجات حلوة. هنا برضو أخدت بالكو من الفكرة بتاعت الشنطة، يعني الدولاب بتاعها هو دريسنج روم، فزي ما انتم شايفين حلو جدا الشنط بالشمعات اللي هي جايباها بتاعت الشنط دي، بتخلي شكلها حلو. طبعا ده شكل التويلت بتاعها، بس للاسف هي ما جبتهوش كله. نفسي ان هي تعمل لكم جوله في الحمام بتاعها، بس يعني التويلت بتاعها بيتكلم برضو على اللون الابيض والذهبي في جميع الاحوال، يعني اللون الابيض والذهبي بيكون حلو جدا. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيده اللي معانا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي، وسيبكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.